في فيديو الأسبوع الماضي تحدثت عن تقنية الفلورو إيميونو إسي، إحدى تقنيات الإيميونو كيميكال إسي. تحدثت على مبدأ هذه التقنية وأنواعها. تعتبر تقنية الإندايركت إيميونو فلورسنس يوزنج الهيبتوسيلز واحدة من الطرق المخبرية المستخدمة في الكشف عن الأوتو أنتيبوديز. تمتلك خلايا الهيبتوسيلز واللي تكون مثبتة على شرائح خاصة أكثر من 100 أنتيجين يستخدم للكشف عن الأوتو أنتيبوديز ضد مكونات في السيتوبلازم أو في النواة أو أثناء انقسامات الخلية. لذا هذه الطريقة أيضا ممكن تسميتها بالسلايد ميثود on الهيبتوسيلز، كون أن الهيبتوسيلز تكون مثبتة على سلايد. بإمكانكم مراجعة ذلك الفيديو عبر الرابط الظاهر أمامكم في أعلى الشاشة. أما في فيديو اليوم سأتحدث فيه عن الهيبتوسيلز. أهلا بالجميع، أنا فايزة غلاب، منشئة محتوى هذه القناة. فكرة القناة أقوم بشرح الفحوصات المخبرية بشكل مبسط بما في ذلك التقنيات المستخدمة في إجراء هذه الفحوصات مع بعض من النصائح في البحث العلمي. فإن كنتم من المهتمين فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس واعطوني من وقتكم دقائق ويلا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهيبتوسيلز أيضا تعرف بالهيومن إبيدرمويد كارسينوما نمبر 2 أو الهيومن إبيثيلوما 2 أو أيضا ممكن تسميتها بالهيبتو هيلا. طبعا في السابق كان يتم استخدام الرودنت تيشو كمصدر للأنتيجين لحتى يتم الكشف عن الأنتيبوديز، ثم بعد ذلك ظهرت الهيبتو سيلز لتصبح السبستريت الأكثر شيوعا واستخداما في الكشف عن الأوتو أنتيبوديز، خاصة الأوتو نيوكلير أنتيبوديز والسب تايبز التابعة لهذا النوع من الأجسام المضادة الذاتية. أول من وصف الهيبتو سيلز كان تولان عام 1954، قال بأن هذه الخلايا أخذت من رجل مصاب بسرطان الحنجرة في عام 1951. لكن في عام 1966 ستان غارتلر قال بأن الهيبتو سيلز هي عبارة عن خلايا في الأصل تكون خلايا مأخوذة من سرطان عنق الرحم والتي تعرف بخلايا الهيلا، ونشر هذا الأمر في عام 1968. وأكد كلامه روبرت تشين في عام 1988 لما استخدموا الـ PCR وجدوا أن خلايا الهيبتوسيلز اللي قال عنها تولن أنها مأخوذة من سرطان الحنجرة، وجدوا بأن هذه الخلايا هي تحتوي على الهيلا سيلز. إذن هذا يعني أن الهيبتوسيلز اللي كان يعتقد بأنها خلايا مأخوذة من سرطان الحنجرة هي خلايا مأخوذة في الأصل من سرطان عنق الرحم والتي تعرف بالهيلا سيلز. فما هي الهيلا سيلز؟ الهيلا سيلز أو ما تعرف بالخلايا الخالدة، الخلايا التي لم تمت منذ ما يقارب 73 سنة، خلايا لها القدرة على الانقسام حتى يومنا هذا. في عام 1951 هيرنيتا لاكس، امرأة أمريكية من أصول أفريقية تبلغ من العمر 31 عاما، تصل إلى مستشفى جونز هوبكنز في ولاية بالتيمور ميرلاند الأمريكية، أحد المستشفيات اللي كان مسموح فيها لأصحاب البشرة السوداء بتلقي العلاج. كانت هيرنيتا لاكس تعاني من نزيف شديد. في المستشفى اتضح ان عندها سرطان عنق الرحم واللي كان احد اسباب الاصابه بالهيومن بابيلوما فيروس. الجراح اخذ عينه من الورم وارسلها الى المختبر لحتى تتم دراسته. اللي تلقى العينه هو عالم الاحياء جورج جي. طبعا في تلك الفتره كان العلماء بدا يحاولوا انهم يستخدموا الخلايا الحيه البشريه عشان يعملوا عليها ابحاث بدون التجربه على البشر بشكل مباشر، فعشان يجربوا مثلا علاج معين او يكتشفوا سلوك مرض معين كان لابد من التجربه عده مرات على خلايا تستمر فتره طويله. المشكله اللي كانت تصادف العلماء في تلك الفتره انه الخلايا اللي كانوا يستخدموها هي خلايا تستمر لعده ايام ثم تموت. كانوا يحاولوا انهم يوجدوا طريقه لجعل الخلايا البشريه تعيش لفتره طويله خارج الجسم بهدف اجراء ابحاث عليها. جورج لما استقبل العينه الماخوذه من سرطان عنق الرحم لهيرنيتا لاكس لاحظ امر غريب في هذه الخلايا. لاحظ بان الخلايا تستمر بالتكاثر وتنقسم بشكل متواصل ولم تمت كما تفعل الخلايا العاديه، لانه معروف ان الخلايا العاديه الانسان تتكاثر من 40 الى 50 مره ثم تبدا ببرمجه موت نفسها بعمليه تسمى بالابتوسيس، لكن الكانسر سيلز هذه كانت خارجه عن هذه القاعده. حينها تاكد جورج بأنه حصل على Immortal Line of Human Cells، حصل على الخلايا الخالدة. طبعا هذه الخلايا لا زالت حتى اليوم تنقسم، ففي أي معمل لزراعة الخلايا Cell Culture إذا فتحت الفريز التابع لهذه المعامل بتلاقي أن هنالك ملايين بل مليارات من خلايا هيرنيتا لاكس موضوعة في فيال صغيرة ومجمدة. وبعد ملاحظة جورج لهذه الخلايا وسلوكها بدأ يأخذ هذه الخلايا ويرسلها لمختبرات حول العالم عشان يتسهل أمر إنتاج هذه الخلايا اللي هم كانوا محتاجين لها في أبحاثهم في تلك الفترة. طبعا تكريما لهيرنيتا لاكس تم تسمية هذه الخلايا لاحقا بالهيلا واللي تمثل الحرفين الأولين من اسم هيرنيتا لاكس. ظهرت في تلك الفترة أيضا جائحة فيروس شر الأطفال، فكانت لخلايا هيرنيتا لاكس الفضل في اكتشاف لقاح شر الأطفال، حيث قام جون سالك
بحقن خلايا الهيلة بالفيروس، ثم بعد ذلك قام بتجربة اللقاح على هذه الخلايا ونجح في الأخير في اكتشاف لقاح شلل الأطفال. بهذا الشكل دخلت هذه الخلايا أو خلايا هيلة المأخوذة من سرطان عنق الرحم اللي كانت مصابة فيه هيرنيتالاكس الكثير من الأبحاث العلمية، وتم استخدام هذه الخلايا في تصنيع آلاف اللقاحات والعلاجات وفهم الأمراض. بالرغم من أن هذه الخلايا كانت مختلفة جينياً إنها خلايا سرطانية، إلا أن سلوكها كان يشبه كثيراً خلايا الإنسان، وبالتالي كانت مناسبة لدراسة البكتيريا والفيروسات وأيضاً علاجات الأمراض، العلاجات الكيماوية، دراسة الكروموسومات واكتشافات الخارطة الجينية وغيرها. إذن يمكننا القول بأن خلايا الهيلة المأخوذة من سرطان عنق الرحم اللي كان مصاب فيه هيرنيتالاكس لها كل الفضل على البشرية. المحزن في هذه القصة أن هيرنيتالاكس لما أخذوا منها العينة كانت تظن أن هذه العينة سوف يتم دراستها لحتى يتم إيجاد علاج لها. لم تعلم هيرنيتالاكس بأن خلاياها لا تموت وأنه تم استخدامها لأغراض بحثية، وأن جورج أخذ هذه الخلايا ووزع على مختبرات حول العالم. طبعا هي ماتت خلال شهرين من أخذ العينة، وأهلها لم يعرفوا بموضوع هذه الخلايا إلا في عام 1970، وهذا الأمر أثار مشكلة أخلاقية لأنه تم استخدام خلايا هيرنيتالاكس بدون علمها أو علم أهلها. هذا الأمر طبعا تسبب فيما بعد بسن العديد من القوانين وضرورة أن يكون هنالك موافقة من المريض، وأيضا تم إصدار عدد من الضوابط في استخدام العينات من المطار. ماتت هيرنيتالاكس في عام 1951 دون أن تعلم حقيقة الاكتشافات المذهلة اللي خرجت من جسمها، وكما قال أحدهم ماتت ولم تكن تعلم أن ماردا داخل خلاياها أنقذ البشرية وأتاح للعلماء الكثير من الإنجازات والابتكارات العلمية والطبية. إذن هذه هي الهيلا سيلز، الخلايا الخالدة، الخلايا التي لم تمت والتي مستمرة بالانقسام منذ أكثر من 70 عام، وكان السبب في كثير من الاكتشافات وإيجاد الحلول لكثير من الأمراض. ريبيكا سكالت سمعت عن هيرنيتا أثناء شرح مدرس مادة الأحياء، فقررت البحث عن أهلها والتواصل معهم، وأيضا تواصلت مع عدد من العلماء وألفت كتاب تم إصداره في عام 2010 بعنوان The Immortal Life of Hiranitalakis، الحياة الخالدة لهيرنيتالاكس. تحدثت فيه عن حياة هيرنيتالاكس. يتميز الكتاب بكتاباته العلمية وتعامله مع القضايا الأخلاقية المتعلقة بالعرق والطبقية في البحث العلمي، وتفاصيل تشخيص مرض هيرنيتالاكس وكيف تم استخدام خلاياها. بالرغم من أن هذا الكتاب كان هو الكتاب الأول لسكوت، إلا أنه حصد العديد من الجوائز. بتلاقوا رابط الكتاب موجود في وصف الفيديو، بإمكانكم أيضا الاطلاع عليه. أيضا في 2017 تم إصدار فيلم قامت بدور هيرنيتالاكس مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري، وأيضا سمي الفيلم بنفس الاسم The Immortal Life أو هيرنيتالاكس أو الحياة الخالدة لهيرنيتالاكس. فيظل السؤال إنه ما سبب إنه هذه الخلايا خالدة ولم تموت؟ الإجابة كانت غير معروفة في السابق، إلى أن عملوا سيكوينس لجينوم هذه الخلايا، فوجدوا أن هنالك كومبينيشن ما بين جينوم خلايا هيلا وجينوم الهيومن بابيلوما فيروس اللي كان السبب وراء إصابة هيرنيتالاكس بسرطان عنق الرحم، علما بأن أيضا هيرنيتالاكس كانت مصابة بالسيفلس. وبالرغم أنه في ذلك الفترة أيضا كان في نساء أخريات عندهم إصابة بسرطان عنق الرحم بسبب الهيومن بابيلوما فيروس ومصابين بالسيفلس، لكن خلاياهم لم تكن خلايا مستمرة وخلايا خالدة، لأن الكومبينيشن ما وجدوه إلا في خلايا هيرنيتالاكس. من ضمن المشاكل اللي صادفت العلماء فيما بعد موضوع السيل لاين كروس كونتامينيشن. طبعا السيل لاين نقصد فيه أن يكون هنالك خط من الخلايا المستمرة لنوع معين من الخلايا تكون موجودة بشكل مستمر. مشكلة السيل لاين كروس كونتامينيشن إنهم كانوا يأخذوا خلايا من سرطان معين ويحطوا معها خلايا الهيلا سيلز. خلايا الهيلا سيلز بتغزو هذه الخلايا وتستمر في الانقسام، فكانوا يعتقدوا إنه الخلايا المستمرة هذه هي من خلايا ذلك السرطان، لكن في الحقيقة كانت الخلايا المستمرة هي خلايا الهيلا سيلز، أما خلايا السرطانات الأخرى فكانت تنتهي. لذلك في عام 2010 قامت اللجنة الدولية للمصادقة على السيل لاينز أو خطوط الخلايا بنشر قاعدة بيانات خطوط الخلايا الملوثة بالهيلا سيلز. في ديسمبر 2016 قالت بأن هنالك 488 مس ايدنتيفايد سيل لاين، من ضمن هذه المجموعة 451 خطوط خلايا لا يوجد لها أصول. أشهر مثال للسيل لاين كروس كونتامينيشنز هي خلايا الهيبتوسيلز. الهيبتوسيلز كان يعتقد بأن هذه الخلايا أخذت من شخص مصاب بسرطان الحنجرة في عام 1951 واللي وصفها تالون. الهيبتوسيلز ليست كما كان يعتقد بأنها أخذت من سرطان الحنجرة، وإنما أصل هذه الخلايا هي الهيلا سيلز، لذلك أنت ممكن تلاقي في تسميتها الهيبتو هيلا سيلز. إذا بهذا الشكل نكون تعرفنا على أصول خلايا الهيبتوسيلز، هذه الخلايا اللي صارت تستخدم في الاندايركت إيميون فلورسنس للكشف عن الأوتو أنتيبادي، وتعرفنا بأن أصول هذه الخلايا تعود إلى الهيلا سيلز. عرفنا أيضا ما هي خلايا الهيلا سيلز ولماذا سميت بالخلايا الخالدة، أن هذه الخلايا لها كل الفضل على البشرية.
ما تتهرني تلاكس، لكن خلاياها لا زالت تخدم البشرية إلى اليوم. ألقاكم على خير في فيديو الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.